فيكتور هوغو، هو عرض البؤساء. هي بتتكلم عن أحداث الثورة الفرنسية في وقت معين يعني من فرنسا، بتناقش الفقر اللي كان موجود في الفترة دي في فرنسا، إزاي الشعب كان بيقوم بثورة، إزاي كان في قمع للشعب بشكل ما. المسرحية إحنا كانت معمولة في مصر بعدد ممثلين أكبر من ده بكتير، حوالي 60 ممثل. احنا ضغطناها لما جينا هنا، هي طالعه دلوقتي ب 14 ممثل بس. يعني نتمنى ان هي تكون عجبتكم، ويا رب يعني دايما نبقى موجودين في طنجة ومشاركين في المهرجان دايما باذن الله. لا 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 جافير هو رجل البوليس اللي بينفذ القانون وما ما عندوش اي رحمه، كل اللي بيعمله ان هو بينفذ القانون بدون اي استثناءات. فهو طول المسرحيه بيدور على جان فالجان اللي بيهرب من المتابعه من السجن، وبتبدا احداث المسرحيه وبيبدا دوره ان هو يتابع جان فالجان، ولما بيهرب من المتابعه بيبدا يدور عليه طول احداث المسرحيه لحد ما بيلاقيه، وفي الاخر بيبدا اول ما تيجي موازينه تختل وفكره يختلف بيبدا يرجع تاني وبينفذ القانون بدون اي رحمه. في العرض بنت زيناردي ومدام زيناردي، دول من الحانة في القرية اللي احنا عايشين فيها. هم ناس بيئة جدا، كل شغلتهم ان هم يسرقوا الناس الأغنية، وكان في بنت مربينها عندهم اللي هي كوزات، مامتها فانتين كان سايبها هنا علشان مش عارفة توديها فين، وبتشتغل طول اليوم علشان تجيب لها فلوس.